جماهير ريال مدريد بتدافع عن ابننا، بتدافع عن نجمنا ابراهيم دياز. جماهير ريال مدريد يا جماعة بتطالب بإشراك دياز، وأنا قلت لدياز في بداية الموسم قبل ما الموسم يبدأ كمان، قلت يجب على دياز يمشي من ريال مدريد، مش هيلاقي له فرصة رغم ان هو يجب ان يكون اساسيا، لكن كارلو انشيلوتي هيخاف من فينيسيوس ومبابي وبلينجهام ورودريجو، مش هيطلعهم من الملعب، مش هيطلعهم من الملعب. وكنت عاوز دياز يروح فريق تاني يلعب فيه اساسي ويكون نجم الفريق، واي فريق في الدنيا يتمنى لاعب بقدرات ابراهيم دياز. صحيفة الماركا وصحيفة اس النهارده اكدوا ان كارلو انشيلوتي ما عندوش الشجاعه الكافيه انه يخرج امبابي او بلينجهام او فينيسيوس او رودريجو في اي مباراه يكون متعادل فيها او خسران فيها علشان يشرك دياز يحاول يعدل الامور، مع ان مش هيبقى عنده الشجاعه دي لانه مدرب خائف بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وكلنا شفنا دياز والمشكله مع كارلو انشيلوتي في مباراه ريال مدريد الاخيره، ازاي كارلو انشيلوتي نزل دياز في الدقيقه 89 يلعب دقيقه واحده ودياز كان غاضب بشده. واتمنى ان دياز لسه الميركاتو ما قفلش، اهو اطلع يا دياز بره الريال لفريق تاني، واي فريق تاني هيتمناك. جماهير ريال مدريد بتهاجم كارلو انشيلوتي، بتاكد ان دياز ما يقلش باي حال من الاحوال عن الرباعي الامامي بلينجهام فينيسيوس رودريجو مبابي، واجب ان يكون اساسيا في مباريات كثيره لهذا الموسم. ان شاء الله كل التوفيق لدياز، وان شاء الله نشوفه اساسي في المباراه القادمه بالنسبه لريال مدريد، وكارلو انشيلوتي يعود الى صوابه بقى من اجل مصلحه الفريق.